عايز اقول يا جماعه ان يعني ايا كان بقى ربنا نجد مين من في الموضوع ده، اكيد هو مش نصيبهم الاثنين، سواء كان لا يبقى في حمل زياده على مصطفى ولا في حمل زياده على برضه على البنت نهالي. في دراسه بتقول ان ممكن الاكتئاب عندك يزيد في حياتك وتبقى عندك مشاكل نفسيه وعرضه ليها بشكل اكبر بكتير جدا لو انت ارتبطت بحد غلط، لو انت ارتبطت بحد في حياتك انت مش سعيد معاه والبني ادم ده بيسببك ضغط نفسي عمال على بطال كده قبل الجواز حتى وانت شايف الموضوع ده وبعد الجواز كمان، فصدقني انت مش هتعيش سعيد. يعني محدش يفتكر ان الجواز هو النجدة من الموضوع ده، ما يمكن ربنا كتب لهم هما الاثنين الخير بعيد عن بعض. يعني هو ربنا نجدها من حاجه وهو ربنا كمان يعني اكيد مش شايف ان في توافق ما بينهم في حاجه معينه مثلا. بالظبط.